أستاذة التأهيل، ودي مسؤول عنها الأستاذة الصديقة العزيزة شروق زيدان. كان ليا الشرف والحظ ان انا يعني رافقتها في مشوار لمدة سنتين، مشوار من اجمل ما يمكن في انطلاقة تانية لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وعملنا شغل كتير جدا على الارض. وزي ما بنتكلم بنرجعه كل شوية، هو الهدف ان احنا في الاخر نحسن الصورة الذهنية، نوصل له ان احنا يكون عندنا منتج حقيقي على الارض، عندنا نجوم، عندنا رول مودلز، عندنا حواديت نقدر نحكيها. استاذ شروق زيدان اتفضلي. شكرا، مساء الخير عليكم. مبدئيا يعني انا مش لاقي اي حاجه ممكن تتقال بعد كل اللي اتقال ده، بس انا اقدر اقول لك مثلا ان انا مبهوره ان القطاع الخاص بيتكلم على المناهج ال competency based. انا عندي انبهار. احنا من سنتين او حتى سنه لا يمكن ان كنا نلاقي القطاع الخاص يقدر يقول مناهج مبنيه على الجدارات ويعرف يشرحها بالطريقه اللي هي فعلا يعني ايه جدارات. فده يعني حاجه بجد، ده بيبين ان الاتجاه والتطوير اللي بيتم في منظومه التعليم الفني والتدريب المهني فعلا على المسار الصحيح. النهارده احنا قاعدين بانل، البانل فيه قطاع خاص، وزارات معنية من داخل المنظومة، عندنا جهات تنموية كتير. ده برضو كان صعب قوي إيجاده، وده بالفعل معناه ان احنا ابتدينا نخلي الجزء اللي كان احمد بيتكلم عليه وبقيت زمايلي، ان يبقى فيه نوع من التعاون من الجهات المختلفة والقطاع الخاص وكل الكلام ده. هل في تنافسية؟ انا شايفة تنافسية، والدليل على كده احنا عندنا شركات من القطاع الخاص كلها دلوقتي بتتقدم ان هي يبقى عندها مدارس تكنولوجيا تطبيقية. عندنا تنافسية ان حتى شركاء التعليم مع القطاع الخاص كلهم برضو بيتنافسوا ازاي يجيبوا الخبرات الدولية ويكتسبوا منها اللي محتاجينه عشان نحسن هذه المنظومة. كله بقى demand driven دلوقتي. احنا بنبص على تطوير هذه المهارات من ناحية demand driven. احنا كتأهيل يمكن لما قعدنا وفكرنا في انشاء شركة تأهيل، او في حاجتين اساسيين كنا بنفكر فيهم، ان احنا ازاي ندعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وازاي نبقى بنجيب خبرات مختلفة في السوق المحلي او في سوق مصر، ازاي نقدر نجيب حاجة جديدة وحاجة مستقبلية بتبص على الاوكيبيشنز المستقبلية والحاجات اللي كمان سنتين ثلاثة هتبقى ليها احتياج. ازاي نقدر نخلي ان الطالب ده ما يبقاش بس عنده فرص عمل داخل مصر، ولكن كمان ايضا داخل دول الاتحاد الاوروبي ودول اخرى كتير. فده كان الهدف الرئيسي، او ده الهدف الرئيسي لانشاء تأهيل، ان انا بجيب خبرات دولية زي مثلا فنلندا، تعتبر البلد الاولى في مجال التعليم، ان احنا نشوف ازاي نقدر ندعم منظومة الجودة ويبقى في تعاون مثمر ما بين البلدين في هذا المجال، ان انا بوفر دبلومات مختلفة تبقى معروفة و forward looking او معترف بها كمان في نفس الوقت. الحاجة الثالثة وبرضو أستاذة نجلاء أشارت عليها ودكتورة سوها برضو أشارت عليها، وهي إن أنا لازم أفكر في الوعي الثقافي، إن أنا بغير culture. فالموضوع مش موضوع إن الناس بتبص على الطالب بطريقة وحشة أو شايفين إن التعليم الفني ده حاجة مش مجزية، والدليل على كده ان اول ما تم انشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية لقينا ان الاقبال كتير قوي، وبالتالي المدارس بتزيد في الاعداد كل سنة، الاعداد بتزيد عشان يقدروا يفوفل الجزء ده من الديماند المطلوب. بس في نفس الوقت لازم اغير الكالتشر، لازم افتح
ذهن الولاد دي بطريقة مختلفة على إيه الحاجات اللي موجودة. أفتح ذهنهم في الأرتس، أفتح في حتى إن common knowledge، النوليدج عن بلدهم، إن من خلال خلق رحلات وأمسيات ثقافية بتتم داخل مدرسة أو حتى خارجها. فدي كلها برضو حاجات مهمة، وأنا متأكدة إن السنة الجاية هنلاقي أديوتك يعني في ليفل تاني خالص.